طيب طيب يا طيب، ابى اعلمك الحين. طيب يا طيب شباب وسعوا عنها يعني، تراها مسكينه وكذا. يلا يا اخ شباب تستهبلون، صرحوني. يلا وسعوا كذا عشان تشوفون اخويانكم. طيب كان يسأل يا شباب، صوت يا شباب. فواز صوت. كان يسأل فواز يقول بعد وش بعد البرنامج راح يبقى عندك 100 قطعة، العرض على 100 قطعة فقط، تنتهي 100 قطعة راح عليك الخصم، بدل ما تاخذ الشاشة ب 200 و 300 و 300 تاخذها ب 900 899 النقاط تروح لكم. طيب ولا ما انباعت والنقاط وين البنفسجي؟ يسألكم خويكم كم كان سعر شاشتكم؟ كم كانت ب 899 صارت 380. سم الله تسليك ابو امير، هنا ابو امير هنا. لا انا بشتريها يمكن. يا شباب يلا متحمسين والله يا ابو علي. يلا عندنا منتج عظيم، نبي نبدا شوي. اذا قلت لكم ابدأوا انتم جاهزين يا شباب؟ اموركم طيبه؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ الجهاز اشوف الحجم كويس، شوف انتم كيف. سهل الاستخدام؟ سهل. جرب انت بتسوي. لا اخرخ. لا انا شفت اسطوري. احنا طالعين نلف شوي. اي صح. بسيط الموضوع، ما انت بطالع، لف شوي يدخلون اخواكم واخوياكم بالصوره، يعني ما يحتاج. سم لا باقي تسلم. وش رايك انت؟ لا انا ودي انك تذكرهم قبل ما تبدا بالخصومات اللي بيتكلم. يلا اجلس يا سليمان. سلم الله يسعدك. لا من يناديك؟ شكرا. تقول ايش يا ابو استاذ عبد الله؟ اقول ذكرهم بالخصم اللي بيتكلم ويزعج قبل ما تبدا. امسك. طيب يا شباب اللهم امين. يا شباب زي ما قال لكم الاستاذ عبد الله، في اشياء اساسيه عندكم، عندك الضمان، عندك طريقه الاستخدام، عندك الخصم. خلني اقول الخصم والضمان او الضمان والخصم. لازم انك تركز على الاشياء هذه. يا مخرجنا العظيم التايم بدا معنا ولا باقي؟ يلا ابدا. بسم الله. يلا يا شباب. السلام عليكم. انا بدر فيصل مطيري من الفصل الاحمر، وهذول زملائي اليوم راح نعلن لكم عن القلايه الهوائيه من كولين. اعرفكم باسمي، انا محمد علي القحطاني. محمد السبيعي. عبد الرحمن ماجد السلمي. بند فقيهي. طبعا مواصفات القلايه تقنية الالتفاف الحراري، واللي هي تميز القلاية بأنها من كل جهة تطبخ، من كل جهة في حرارة. التحكم في درجة الحرارة من 80 إلى 200. 30 دقيقة. صح. موقت الموقت 30 دقيقة. طيب ضيعتني. سعتها 3.5 لتر. طيب تدري إنها ما تلتصق، يعني لا تتعب نفسك. وعندي عندي شيء ثاني، ضمان. عندي ضمان. ضمان وعندي ميزه رهيبه. ايش هي الميزه؟ الميزه هي انه الحراره تكون موزونه، يعني اي شيء يكون موجود في حراره موزونه. والمقبض اكيد بملمس مريح. يا سلام. قبل خصم 294، بعد الخصم 193. الله خصم عظيم. عطنا الضمان عبد الرحمن. الضمان لا ننسى ان سنتين، لا تنسى يا شيخ لا يفوتك. يا سلام. وحبينا الان نبدا التجربه. يلا روح. طبعا القلايه 1400 واط. طيب البطاطس وين؟ البطاطس هنا. هذه خلها اول شيء ابيك تجرب، نجرب من البدايه هنا. ركز معاهم محمد. طبعا الان راح نجرب لكم كيف طريقه تشغيلها و كيف بدايتها. ها ضبطها، حط البطاطس هنا، لا تكثرها عشان. ايوه تمام. والله فاتك ابو علي شغالين ترى. ما شاء الله ما شاء الله. يقولون القلايه جدا ممتازه من استخدامي. يلا ابدا لها بنحطها. يعني حبيبي تراها مجربه. ها 10 دقائق. طيب القلايه نفسها مجربه. لا تحرك الا 200. يقولون القلايه جدا ممتازه. التجربة خير برهان،
ايش قاعد انا اقول؟ كلاجات. ما في بيت ما يحتاج شيء ضروري. شغلتوا؟ شغلتوا. الوالدة تقول المنتج موجود في البيت، الله يخليها لك ويطول عمرها واقوى دعم يجيك من ام علي العمري. والله شوف يا ابو علي، يقولون ابو علي المفروض انها ما تكون فقط عند والدة علي، عند والدة كل الشباب، كل والداتكم المفروض انها تكون موجودة عندكم بعد الاعلان هذا. شوف مكتوب افضل من الزيت الضار، جربت فيها اكثر من طبق، يقولون ضرورية لكل بيت، روعة مرة كويسة. كم قوة الواط فيها؟ 1400. والله مذاكرين كويس شباب. تبون الصدق وحقيقة؟ عطنا. والله 139 ما هي بشيء. السعر بعد الخصم والله ما هو بشيء. 139. لا 139. لا 193. يا عيال لا 139. شوف ها شوف قلت ما شاء الله 139 على كيفكم. يعني بالله ايش رايكم في فصل ما يعرف سعر منتجه بعد الخصم؟ هاي المعلومات اللي جتنا. لا انا اقول لك ليش، اقول لك ليش ابو علي. 30. الشباب مركزين على المواصفات العظيمه جدا. السعر اللي يبي يستخدم ما يفكر في السعر دام المواصفات جميله يعني. صح. يا سلام. بلا شك. سلام. طيب يلا يا شباب، هذا جاهز؟ هاك لا لا مش جاهز. الان شغالين يعني، بس عشان قلت ذاته الان شغالين. عبد الرحمن ابغاك تشيك لي بالله كيف الوقت، كيف الامور؟ لا بس شيك. طبعا التوقيت انه 10 دقائق. التوقيت انه 10 دقائق الان. حاطين البطاطس وقاعدين نجرب. طبعا مثل ما تشوفون ولا كان في شيء قاعد يطبخ هنا. قاعد تسمعون صوت؟ تسمعون صوت؟ ما في. بدال الزيت والصوت والدنيا واحتمالية كيف؟ حجمه خفيف. ايه والله عطانا هنا فهد او سعود، ايه فواز عطانا الصوت، عطانا صوت الزيت كيف يتطاير في وقت. ايه يا سلام في كومنت يقول بطلبها الان. حييك يا كيف. يقولون كيف اقدر اشتري القلاية؟ أنا أقول لك الآن وأنت في البث اللي قاعد تشوف البث. خلني أجيك من هنا، يمكنك ما فهمت من هنا. شوف يا حبيبي الآن وأنت في البث عندك موجود هنا تحت، هنا موجود، لا هنا بالضبط موجود لك المنتج. تضغط توديه السلة وتدفع وعليك بالعافية، والتوصيل مجاني وعيشة وحش. يلا يا شباب. طبعا يا أبو علي أسلم. الان مثل ما شاء الله تبارك الله، ولا كأننا قاعدين نطبخ ولا كأننا قاعدين نشتغل، لان صدق في الزيت والقلايات الاخرى يا اخي خطر، وفي احتماليه كبيره في الحرائق. هذه انا قاعده تشتغل وقاعده تقلي لك القلايه الهوائيه بدون ادنى صوت، بدون ادنى مشاكل، بدون ادنى ازعاج. طيب انا ودي ان خلوني انا اضبطكم الان يا شباب. طبعا مرت 5 دقائق محسن. واحنا نسوق لمنتجنا، هل راح اشتري من القناه ولا من تطبيق هود؟ تطبيق هود. يعني انا اوجه كلامي هنا الهود. انا قاعد اقول هذا المنتج، يعني الان انا قاعد شغال المنتج عندي. انا كيف اعلم الجمهور؟ انا اقول كذا للجمهور، شوف منتجي حلو، يلا طبق. يلا اللي نعم، في واحد يقول ابى اطلبها الان، راح اشتري باذن الله. والله صدق يا شباب، يعني يا شباب هذه وسيله الاقناع ما شاء الله تبارك الله. الشباب واضح انهم اقنعوا المشاهدين واقنعوا المتابعين في وقت وجيز جدا، وهذا يدل على ابداع. يقول واحد يقول طلبته وحي عينك الاحمر. شباب انا الان ما اعرف شيء، علمني. انا قاعد اشوف المنتج. طيب ما سمعت قبل شيء، انا كنت مكتوب. من ناحيه المواصفات اتوقع 10 مواصفات تقريبا. اولها تقنيه الالتفاف الحراري. ايوه. واللي هي يعني واللي من فوائدها يعني انه من كل جهه، يعني حرفيا بيستوي من كل جهه، بطاطس، دجاج، ايا كان. وصحي طبعا يعني اكيد. الثاني التحكم في درجه الحراره من 80 الى 200. يا سلام. طيب والثالث الموقت 30 دقيقه. قاعدة غير قابلة للإزلاق. سلام يا سلام. تعطى
تعطي الحرارة الموزونة، يعني أي كان الأكل راح تعطي الحرارة الموزونة. وإذا وصلت لدرجة حرارة معينة توقف. أكيد المقبض بملمس مريح وغير قابلة للتصاق. أنا عندي آخر شيء، ثمان يا أبوي لا تنسى، اشتري الحين. سنتين. سنتين يا أبوي. طول السلك 100 سنتي ترى. وقبل خصم 293 وتسعة وأربعين. قبل الخصم 249 بعد الخصم ب 109 30 طبعا يا شباب اتفقنا انه في سهوله غير طبيعيه في اقتناء المنتج او طريقه شراء المنتج. موجود في البث المباشر. ارجع شباب ارجع شوي عشان تطلعون كله. تقدر الان انك تضغط على المنتج وتضيفه لسلتك وتدفع. وزي ما قلنا امس انه اللي طلب في الفصل الاخضر اتوقع وصلت لهم كلهم التوصيل. وسلام التوصيل من 3 أيام الى 5 أيام. ابو علي سم طبعا بما ان الوقت انه لما نحط بما ان الوقت لما نحط في ناخذ البطاطس نحطها في القلايه يبي لنا وقت. احنا محكومين الان في وقت ضيق شوي على حسب الاعلان. فالشباب جربوا قبل الهواء قبل الطلوع على اساس تذوقون شغل القلايه. ويلا يا شباب احتاج انها كل مشرف يعطى كل مشرف يعطى عاد اعطونا رايكم. روح 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 يا بدر. طيب امشي امشي روح يا بدر. تعال 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 واحد راح تعال يعني ثلاثه يسوقون شوي يلا كملوا يا شباب. عبد الرحمن بالله 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 انا احتاج ان عبد الرحمن يكلمني عن الضمان. الضمان دائم يكون يعني احيانا ما يكون في ضمان البعض البعض المنتجات. يا اخي سنتين و100 حبه لا تنسى يا ابوي. يعني تخيل ان في واحد يقول لك انا المنتج عندي سنتين، يعني الى حد اي ثقه واصلين لها؟ عمركم شفتوا ناس واثقين لهالدرجه؟ لا والله ما في ما في. بس لا تنسى سنتين قبل خصم 249 بعد شو اسمه الخصم 139 لا تنسى تراها محدوده 100 حبه فقط بعدين يروح الخصم. طبعا السعر انا اعتقد ان اي واحد راح يستخدم اي واحد مهتم في المنتج ما راح يفكر في السعر بما انه يشوف هذه المواصفات. فالفرصه هذه قليل تصير قليل تحصل. الفريق الاحمر هيا اهلكم تطبيق هودز هيا اهلكم لازم الواحد يقتنص الفرص. يا أخي لا تنسى الفرصة يا أبويا أقسم بالله ما تلتصق الأكل أي أكل موجود ما يلصق يعني ما تتعب نفسك تغسل وتتعب ما في لصق يا أبويا. والمقبض بملمس مريح. شباب أنتوا الآن معكم 90 درجة من المشاهدين. الله. وقبل خصم قبل خصم 249 أبويا بعد الخصم 139 سالت في 31. تعال بدر ابو علي نحتاج اراءكم في البطاطس المقرمشه اللي طلعت من القلايه الهوائيه. ايش رايكم استاذ عمر؟ حلو. الله الله. وين البطاطس؟ لا داعي لا داعي. وين البطاطس؟ هنا. كلته كله خلص. واضح لك يا ابو علي ان الطعم جدا جميل. حلو الطعم حلو. باقي عندك شيء علي؟ لا 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 اصبر صح احتاجه والله. دلع سلك لي برجع لك برجع لك. الله الله. الله ابغى اقيمك استاذ ابغى اقيمك تقييمك مهم. انا يا شباب ابغى لي قطعه بشكل سريع عشان اقدر اني اعرضها للناس. يلا يا شباب قطعه ايه ضبطني دقيقه لو خلاص كم باقي؟ دقيقه اتوقع او اقل. في في افتح ترى باقي دقيقه او ثواني باقي دقيقه اقل من ثواني. شفت كيف؟ كم باقي معهم وقت؟ باقي اخر دقيقه خلاص افتح خلاص. لا لا دقيقه اصبر ما يخاف. صوت صوت افتح افتح كم باقي؟ افتح في ذا السؤال ما راح يفتح. طيب باقي دقيقه ها يا عبد الرحمن وخر شيء بالله. طبعا الشباب ما شاء الله تبارك الله الان التجربه غلق البطاطس كله. الشباب يقولون مقرمشه الطعم يمدحون الطعم. الله الله يا خلاص شوي 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 شباب شوي. اصلا الصوت طرب يا ابو علي. عطني الصحن. وين الصحن يا بدر؟ اصبر قبل الصحن قبل الصحن يا شباب. الله قبل الصحن يا شباب. لا لا تتحمس ما راح تاكل انت. يا اخي اسمع الضمان يا عمي انا اللي يهمني اللي هنا الضمان. شوف قبل الخصم. شوف يا اخي بدون زيت. شيك لي شيك لي على اللون. شوف شوف
الذهبي والشغل الصح والحلزوني والكيس ايش يسمونه؟ الحلزوني. الحلزوني. كيري كيري. شوف يا اخي والله العظيم شكلي شهي. شباب قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. طيب. بسم الله. التجربة خير برهان، انت مجربت الان. يا شباب. تعال ارجع ارجع شباب ارجع شباب عشان تاخذكم تاخذكم الحياة الصحية. تبغون تاكلون صح؟ ايه خذ القلاية هوية. استاذ عبد الله شكل طالع. الحياة الصحية خذ القلاية هوية. طيب. ابو علي. سم. قالها خلاص. فيها عبارة. رمزية فنانة. ايه. بحتة. عادني العبارة يلا. وشي. يلا. بسرعة يلا اعطوني وانا قاعد اقول مبسوط. الحياة الصحية قلبي الله يا سلام. الله 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 شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ياخذكم الفاتحة ضجة ما ينام اسقلاية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. شيك له على الطعم البوظ. دقيقة 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 خلص. طبعا يا ابو علي اطلب اطلب الحين. طبعا يا ابو علي طيب اللي مسويها سمي هذا. هدوء يا شباب هدوء يا شباب. واضح الحماس من الفريق الاحمر قاعدين يقنعونهم ما يدرون انهم اقنعوا الناس. خلاص وصلوا واوصلوا الرساله. ولكن للناس الصحيين يا ابو علي للناس الصحيين اي واحد صحي اي واحد يهتم في صحته اعتقد ان الجميع يهتم في صحته. هذه فرصه ما تتفوت ابدا لأي واحد يهتم في صحته ومهتم في الرجيم وفي الدايت. يا أخي اشتري وشيك لعطة. طيب دقيقة إذا ما أنت ما تعرف تطبخ حل بسيط حط هذا وتطمن بس بدون زيت بدون شيء. لا خلاص. والله العظيم يا عيال. يلا يلا. يا شباب. والله والله شوف. الحياة صحية قلها هوية. خلينا ناكل أنا وأنت وشيء واحد خلينا ناكل على مية. الله. قلها الهوية. يا المصرة. استاذ عبد الله يعطيني عين خذ. يعطيك السلام والله. والله يا استاذ عمر والله من السامعين ما في ريحه الزيت ذيك اللي تغث. اي والله اي والله صدق. استاذ عبد العزيز كلها بتجمد. تفضل حبيبي. عاد قليتكم ذي وشغلكم. شكرا. بسرعه. طيب يا شباب باقي معكم 10 ثواني بالشكل السريع اعد المواصفات حقت طيب قليتكم. استاذ عبد العزيز اللي جاك اقسم بالله. وين استاذ عبد العزيز؟ لا انت لا لا واحد احد والله. يلا شباب عيدوا الميزات. والله طعم كفر. حلو. تبون احمسكم يا شباب قبل تبدون؟ ملمس مريح. اطلبوا وجربوا. عيال ارجعوا. ايه طيب تقنيه الالتفاف الحراري تحكم في درجه الحراره من 80 الى 200 ايش كل زرار كل مؤقت. تحكم في درجه الحراره من 80 الى 200 المؤقت 30 دقيقه. طيب المقبض بملمس مريح. لا تنسى يا ابوي ترى لا تتعب نفسك ترى ما راح يلصق اقسم بالله انه بعد موزون موزون الحراره الحراره موزونه. لا تنسى الضمان يا ابوي سنتين طول السلك طاقه 100 سم. يا شباب ما فيه اي ريحه اكل او طبخ. انا ما قاعد يشم ولا شيء. شباب انتم كسبتوا الى الان 105 درجه من المشاهدات. الله اعطونا جملتكم الاخيره عشان اقفل البث. لحياه صحيه. استدعناكم الله. الله جميعا. شباب ما شاء الله تبارك الله. يا محمد فيك يا حمود يا شباب شباب يا شباب الان سعود فواز كل فصل الان يصف قدامي كل فصل يصف قدامي. احمر تفضل مو بكذا. اصفر يا شباب اخضر اصفر عبد العزيز البعيجان يلا احمر لو سمحت يا استاذ علي برد برد لطفا او استاذ محمد ابغى الطاوله الخضراء يا حبيب قلبي يا علاوي الضمان عليك استاذ نعطيك ضمان ايش فيك يعطيك العافيه. طيب شباب كل واحد الان صوت صوت صوت